البرنامج. لا تذهبوا بعيدا، كلنا متشوقون لمعرفة من هو الفائز في هذه الليلة، فخلوكم معنا في برنامج وختام برنامج البصمة. واحد إلى عشرة كم نسبة فوز فريقك؟ العطاء. نعم. من واحد إلى عشرة؟ نعم. تبغى التفاؤل ولا تبغى الحقيقة؟ أبغى المنطق والواقع. شوف أنت شايف. التفاؤل يقول عشرة. المنطق وحسب رأي الناس اللي قاعد تتابعنا والله برضو نقول عشرة. لأنه واضح ترى الناس اللي قاعد تتابع في الشاشة تشوف وتفهم وتعرف وملاحظة أساسا من اللي يعطي من اللي يستاهل. شوف من غير قصور في أحد، أنا الآن ما أسب أحد، لكن الناس شايفة وعارفة ومقدر الناس هالشيء. توقع بإذن الله أنه 10 من 10 إن شاء الله. من 1 إلى 10 نسبة فوز فريقي 100 من 10، إن فاز فريقي الحقيقي أو فاز الفريق اللي إحنا صنعنا. 9 من 10. 10 واثق بزيادة ما شاء الله. مطلوب. طيب إن شاء الله تعالى نقول والله المنافسة قوية. 7 من 10، 8 من 10. أنا أقول بمشيئة الله 10 من 10، 9 من 10. واخذ كلام. 9 من 10. ما يجي 8؟ مبطلها ب2 على خشمي، خليتها 8. إن شاء الله إنه 9 من 10. والله يا أخي بعد اللي شفناه اليوم أنا خايف. والله إحنا دائما نتمنى التوفيق، نقول 10 إن شاء الله. رسالة توجهها للفريق المنافس. رسالة أوجهها للفريق المنافس، أنت قصدك رسالة توجهها لظلكم. أنا أقول ظلنا فالكم الفوز إن شاء الله، إما فزنا كأشخاص حقيقيين حتفوز يا الظل. أقول الفوز إن أسعدنا المشاهد، والفوز الحقيقي هو الرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم. أقول ما قصرتوا، يعطيكم العافية على جيتكم، لكن مو مكانكم هنا، مفترض تنافسوا على شيء مختلف، لكن هذا الجو من المسابقات مو جوكم يا اساطير. فريق منافس، انا حضر انا ادحم القوم بلقى بالمتي، وجرحنا يبطي الجرح منه ما برا. الوعد في المنصه التقينا. اقول بس لا احد يبكي، لا احد يحزن، عندنا لا نتيجه، يعني اضبطوا انفسكم شوي. تاكد انت؟ اي اضبطوا انفسكم شوي، نقول ان شاء الله طبعا. فريق الاساطير فريق منافس، ويعطيهم الف عافيه، ولا شفنا منهم لك الخير، هذه منافسه طيبه والله يعطيهم الف عافيه، احنا تشرفنا بهم الله يسعدهم. فريق المنافس نقول صراحة ودي انكم اعطيتوا الفريق البرنامج حقه من القوة ومن الاهتمام، يعني جبتوا مرة الضيافة هذه ولا خليتوا وبقيتوا ودخلناكم في البصمة واكلناكم، دقيناكم ب 2600، يعني لو جبت الضيافة ذي طوال البرنامج ما قدرت تسوي. بس الجمهور هذه يعني صحيح هاي لا جهد وجهيد، يعني الجمهور وشو؟ احبكم. ان شاء الله انه ما نرام شيء، وحتى مراية السيارة ما نشوفه فيها. يعني بكون بعيد مرة كثير. جميري لبيه. شيك وين بروح الليلة؟ شيك؟ دائما كل ما شارك في برنامج بشارك ناخذ الاول، اكيد الشيك باسم الاساطير. الشيك حقنا يا ابويا على طول. الشيك يروح للشيك. للشيك مين؟ الشيك محمد والشيك زياد والشيك والله على طول بوده يجيب لي يستحق. الشيك ان شاء الله باذن الله يا في حسابي في حساب بيت باذن الله حيقوم لنا في بيت علي في الخرج. برنامج البصمه اضاف لك ولا انت اضفت؟ طبيعي كلنا اضفنا البعض. انا اضفت البرنامج والبرنامج اضافني. والله اللي ما يضيف ولا يضاف له أنا أعتبره إنسان جامد، أو مو حتى خالي من المشاعر أو من يعني من كل شيء، لأنه الإنسان لازم يؤثر ويتأثر، فإذا أنت أثرت وتأثرت فاعلم أنك في الطريق الصحيح كلها. لا طبيعي كل برنامج شارك فيه يضيف لي، وأنا إن شاء الله أضيف البرنامج. والله شوف في أي مشاركة لك في أي برنامج أعرف أنه حيضيف لك في السي في، ومشاركتك أنت ستضيف قيمة مع زملائك. لا والله أنا أضفت صراحة. لا أضفت لها. أنا ما أضاف لك ولا شيء؟ لا ما أضاف، بس إني أضفت لها. أنا الفرد لا يضيف للمجموعة، المجموعة هي التي تضيف للفرد. أفضل متسابقين أداء بوجهة نظرك؟ عبد الله الجميري. والله شف طلال ميموني، لا أمزح عشان ما تقول هذا غرور، لكن كلهم مبدعين، صعب أني أذكر اسم وأخلي اسم. يعني أنا أشوف محمد عباس متميز جدا بحكم جلوسه أمام الشاشة كثير، يعني من قبلنا ومن بعدنا. بالنسبة لي أنا كلهم الله كويسين. عطني اسم. كلهم كويسين. عطني اسم. عبيد فارس. حجة أقيمت على فريقك تشوف أنكم ظلمتوا فيها؟ أمس حجة القلم ما القلم خصم الجميري. حجة رخمة اللي هي تابع لي أنا. لا زلت متمسك برأيي. أي نعم، لأنها قيلت أكثر من مرة من فريق الأساطير للأسف. كلها كلها ظلم.
انظلمتوا فيها يعني؟ انظلمنا فيها؟ حجتي يوم قالوا انه ناقشت على الهواء تكلمت انه قلت انه الجروب ناصر غامدي رسلنا انه نهاية البث الساعة 6 المغرب 6 الفجر عفوا ما فيها شيء. اقتصاص كلمتي لما كنت اقول من يتوقع ان من يتصل على القناة تقول انت اساطير العطاء قفل فوجك فهذا تصرف احمق. ما زلت عند كلمتي. حجتي يوم كنت اصور واقول انا ساحب على البث، انا ما كنت ساحب على البث. رتب حسب الاهم بالنسبة لك. نجاح الفريق، نجاحك الشخصي، نجاح البرنامج. نجاح الفريق والنجاح اكيد. ممتاز. ونجاح انا ابغاك ترتبها لي. اول شيء نجاح البرنامج، يعني نجاح البرنامج نجاحنا احنا. ممتاز. ونجاح الفريق نجاح ترى. يا سلام عليك. نجاح البرنامج نجاح الفريق نجاحي، لان نجاح مثلين اللي فوق من نجاحي انا حسب. لا والله نجاح البرنامج عشان اكون منصف، نجاح البرنامج ثم نجاح الشخص ثم نجاح الفريق. انت قبل الفريق؟ ايه، لاني لو نجحت انا حينجح الفريق، بس هذا الربط. بس مو العكس، هو ربط كذا، الربط هو ربط سليم ما في شيء يعني.